السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم فيديو جديد من تعليم الكروشيه. إن شاء الله هنتعلم النهاردة ورزة سي تو سي أو كورنر تو كورنر أو من الركن للركن. هنتعلم إزاي نعملها. هي غرزة بسيطة جدا وجميلة، ويتحسب إنها كمان مقفلة وتنفع معانا في مشاريع نعمل منها البطانية، نعمل منها شيلان، أو ننفع منها كوفيات، بتنفع حاجات حلوة جدا كتير قوي. نقول بسم الله. هنعمل غرزة البداية. وبعدين هنعمل 6 غرز سلسلة. 1 2 3 4 5 6. وهنيجي في الغرزة الرابعة ونعمل عمود بلف، والغرزة الخامسة عمود بلفة، والغرزة السادسة عمود بلفة. ده المنظر كده. وبعدين هنطلع 6 سلسلة. 2 3 4 5 6. وهاجي في الغرزة الرابعة وهعمل عمود بلفة، والغرزة الخامسة هعمل عمود بلفة، والغرزة السادسة هعمل عمود بلفة. بعدين هاجي هنا العمود بتاعتنا اللي احنا كنا شغالينها كده اهي، هاجي هنا في المكان ده وهعمل منزلقة. هيبقى عندي الشكل ده باين كده، الغرز دي بالطول بالعرض كده والغرز دي بالطول. هنعمل بالطريقة دي على طول. هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلسلة. 1 2 3، 3 بس. وهاجي هنا واعمل 3 عمود. 1 2 3 كده. احنا هنبتدي نشتغل 6 عمود على ما نوصل للحروف دي. طول ما احنا بنشتغل في النص هنشتغل عادي. كده احنا وصلنا للحرف بتاع الشغل، هنبتدي نشتغل فيه. هعمل 1 2 3 4 5 6. وهاجي في الغرزة الرابعة وهعمل عمود، والغرزة الخامسة عمود، والستة عمود، وهعمل هنا في الغرزة دي منزلقة عشان اقفلهم مع بعض. هطلع 3 سلسلة. 1 2 3. وهاجي هنا هعمل عمود، 2 3. وبعدين هقفل هنا بمنزلقة واطلع 3 سلسلة واعمل 3 عمود في نفس المكان. 2 3 كده. وصلنا للكورنر اللي هنا ده. هبتدي اعمل فيه ايه؟ هعمل فيه 1 2 3 4 5 6. وهعمل في الغرزة الرابعة عمود، والغرزة الخامسة عمود، والغرزة السادسة عمود. وهعمل هنا منزلقة. 1 2 3. واشتغل هنا. 1 2 3. وهنا هشتغل منزلقة. وهعمل 1 2 3. واشتغل هنا في كل غرزة واحدة عمود. 2 3. وبعدين اعمل منزلقة هنا وارجع اعمل 3 عمود، واعمل هنا 3 لو 3 سلسلة سوري، وبعدين 3 عمود.
وبعدين هعمل 1 2 3 4 5 6. امتى بنعمل ال6 سلسلة دول؟ لما نكون وصلنا عند الايه الكورنر هنا. خلاص احنا واصلين هنا الناحية دي هنا كده، يبقى الشغل هيبقى هعمل 6 سلسلة. لكن اما اجي اوصل هنا اهو برضه هعمل 6 سلسلة. طول ما احنا بنشتغل في النص في نص الشغل كده، بنعمل 3 بس ونعمل 3 عواميد في الناحية التانية. كده عملنا 3 6 سلسلة. هعمل بقى 3 عمود في ال3 سلاسل التانية. 1 2 3. وهعمل هنا منزلقة واطلع 3 سلسلة. شايفين كده الشغل بقى عامل ازاي؟ بقى متساوي هنا ومتساوي الناحية دي. 3 سلسلة وهعمل 3 عمود هنا. 1 2 3. واقفل هنا ب منزلقة وبعدين 3 سلسلة 3 عمود. 1 2 2. ثلاثة وبعدين هنا منزلقة 1 2 3. 3 عمود. 1 2 3. منزلقة هنا وابتدي 3 سلسلة 3 عمود. 2 3. وبعدين 1 2 3 4 5 6. شايفين احنا هنا بنعمل 6 سلسلة لما نوصل لآخر الشغل اللي هو الجناب بتاعت الشغل هنا. طول ما احنا بنشتغل عن الجنب هنا هعمل 6 سلسلة. هشتغل جوه الشغل بتاعي هعمل 3 بس. كده 3 سلسلة. هعمل كمان 3 عمود في 3 سلاسل اخرانيين. 1 2 3. وبعدين هعمل هنا منزلقة وابتدي ارتفع 3 سلسلة وابتدي اعمل هنا 1 2 3. وهنا منزلقة 1 2 3. 1 2 3. واعمل هنا منزلقة 1 2 3. 1 2 3. وهنا منزلقة 1 2 3. وهنا منزلقة 1 2 3. وهنا منزلقة وبعدين 1 2 3. وهكمل الغرزة 3 أعمدة. وصلنا للحرف بتاع الشغل. هعمل 6 سلسلة 2 3 4 5 6. وفي الغرزة الرابعة هبتدي اعمل فيها عمود، والخمسة عمود، والستة عمود، وهعمل هنا منزلقة.
كده نقدر نكمل لغاية لما يوصل للتسع اللي احنا عايزينه. اذا عجبكم الفيديو ونريد نعمل لايك واشتراك للقناة ونعمل شير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.